بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية، نستأنف مع قواعد اللغة الفرنسية. في هذه الفقرة سنرى لي فورم دو لا فراز. طبعا لا نتكلم عن لي تيب دو فراز، يعني أنواع الجمل. إذن عندنا هنا لي فورم دو لا فراز، كما نتكلم عن أشكال الجملة. لي فورم دو فراز طبعا عموما نتكلم عن لا فراز أفيرماتيف، لا فراز نيجاتيف. نتكلم عن لا فراز أفيرماتيف، طبعا لا نتحدث عن لافخاز ديكلاراتيف، بل نتكلم عن لافخاز افيرماتيف. نتكلم عن الجملة الإثباتية كما نقول، كما نتكلم عن جملة إثباتية. ثم عندنا لافخاز نيجاتيف، الجملة النافية أو الجملة المنفية. نقول مثلا وي جو فو بيان، وي جو فو بيان، نعم أنا أريد، أو أنا أريد بشكل جيد. طبعا عكسها في نفس الجملة طبعا نو جو نو فو با، non je ne veux pas، لا انا لا اريد. او نقول j'enlève mes lunettes، انا انزع نظاراتي، انا انزع نظاراتي. في حالة النفي اقول je n'enlève pas mes lunettes، يعني انا لا انزع نظاراتي. اذا c'est quoi la forme d'une phrase، c'est quoi la forme d'une phrase، اذا ماذا نعني بشكل الجملة. pour chaque type de phrase، اذا لكل نوع من الجملة. كما رأينا في الحصة السابقة، on a déjà vu qu'il y en a quatre types de phrases. رأينا بأن هناك أربعة أنواع من الجمل: la phrase déclarative، la phrase interrogative، la phrase exclamative، et la phrase adjonctive، et la phrase adjonctive. طبعا هنا عندنا pour chaque type de phrase، لكل نوع من هذه الأنواع التي رأينا فيما سبق، لكل نوع من هذه الجمل. il existe، يعني انه يوجد او مو على الاقل دو فورم دو فراز. اذا كل نوع من هذه الجمل، كل نوع نوع، الا ويوجد له شكلين من الاشكال. اذا نتكلم عن نوع الجمله، ثم نتكلم عن شكل هذا النوع. عموما نتكلم عن هذه الجمله، هل هي اثباتيه ام انها نافيه او انها منفيه. هذا هو المقصود بهذه الاشكال. pour chaque type de phrase، pour chaque type de phrase، لكل نوع من الجملة، il existe، il existe au moins deux formes de phrase، يوجد شكلين من الجمل. nous verrons، طبعا عندنا هنا le verbe voir au futur simple. nous verrons، نحن سنرى. dans d'autres leçons، في دروس أخرى. qu'il en existe d'autres، بأن يوجد منها أخرى. من غير هاد الشكلين سنرى أشكال أخرى لنفس هاد الأنواع من هذه الجمل. إذن هنا سنرى فقط هاد الشكلين. La forme affirmative، la forme affirmative، إذن نتكلم عن الشكل إثباتي كما نقول. On utilise la forme affirmative، إذن نستعمل الشكل الإثباتي pour dire que quelque chose est vrai، لكي نقول بأن شيئا ما صحيح. أو إكسبريمي، أو أننا نعبر. كوني داكور، أو من أجل التعبير كوني داكور، بأننا موافقون. طبعا في هذه الحالات كما تلاحظوا في هذا الشكل لا نتحدث عن نفي. إكزومبل، إذا نتكلم عن أمثلة، جو روغارد لا تيليفزيون، أنا أنظر التلفازة. إذا أنا أثبت بأنني أنظر التلفازة. أقول مثلا لشخص أمامي روغارد دوفون توا، انظر أمامك، انظر أمامك. إذن حتى في الأمر كأننا نثبت شيئا، أو في السؤال كيلا، من هنا، من هنا، من يوجد هنا. سنرى عكسها لنفهم هذه الجمل. لا فورم نيجاتيف، نتكلم عن الشكل النافي أو الشكل المنفي. لا فراز لا فورم نيجاتيف، إذا الجملة في الشكل النافي، إت يوتيليزي بور دير لو كونتخيغ، تستعمل من أجل قولي العكس. أو إكسبريمي أن ديزاكور، أو إكسبريمي أن ديزاكور، أو التعبير عن عدم الموافقة. إكزومبل، أمثلة، جو نو روغارد با لا تيليفزيون تو لو طون، أنا هنا لا أثبت مشاهدة التلفازة، بل أنفيها كما تلاحظوا. إذا أنا لا أنظر التلفازة كل الوقت. جو نو روغارد با لا تيليفزيون تو لو طون. ثم عندنا في الجملة الموالية ne me regarde pas، ne me regarde pas، لا تنظرني، ne me regarde pas، لا تنظرني. ما
ما تبقاش تشوف فيا. اذا عندنا هنا عندنا جمله فيها النفي حتى في حاله الامر، حتى في حاله الامر. نو مو غارد با، كما راينا فيما سبق الجمله الامريه ممكن انها تنتهي ان بوين ديكسكلاماسيون كما عندنا هنا، او في الجمله الاخيره عندنا كي ني با لا، كي ني با لا. طبعا راينا فيما سبق كي لا، من هو هنا، من يكون هنا، من هو الشخص الموجود هنا. في الحاله الثانيه كي ني با لا، من ليس هنا، شكون الشخص اللي ما كاينش هنا، شكون الشخص اللي ما حاضرش. كي ني با لا، من الذي ليس هنا. اذا طبعا هذه عموما اهم اشكال الجمل. هناك كما قلنا لا فورم افيرماتيف، لا فورم افيرماتيف اي لا فورم نيجاتيف، اي لا فورم نيجاتيف. اذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.